السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل لكم أكلة موجودة في السعودية وكلتها في المطعم، وهي عرفتها من الفيلم إكس لارج. هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه عادي البيت؟ أيوة يا سيدي، أيوة اللي أنا بحبه. موجود عادي البيت. طيب هات لنا بقى شوية مجلجل على شوية حنيز وشوية رز كده وشوية يصنع. تمام شاف عيني مش كده؟ ما تنساش الصلاة. الحنيز أكلة صعبة جدا تتعمل في البيت، عشان هم بيعملوها في برميل، بيولعوا حطب، ولما الحطب ده بيتحول لجمر بيحطوا اللحمة فوق سلة معدنية وبيقفلوا البرميل ده، وما بيبقاش فيه أي منفذ للهواء. وستات البيوت الشطرة بيعملوه في حلة الضغط. أنا ما عنديش حلة الضغط، مش عارفة أعمل إزاي الحنيز. جوزي قال لي ما عنديش مانع تحفري في الصالة وتعملي الحنيز. انا فكرت ان انا هعمل حنيز الدجاج، هعمله في الفرن بطريقه كده، يعني بتحايل عليها علشان يطلع الحنيز ونجرب طعمه. يا ريت كلكم تجربوا الوصفه دي، وصفه هايله وجميله جدا. هيبقى عندي الفراخ، هجيب الفرخه واقصها اتنين، يعني عندي الفرخه كده نصها، وعندي بصلايه واحده مقطعه شرايح، والبهارات بتاعتي هي البهارات بتاعتي كلها اللي هتعمل طعم جميل جدا للحنيز زود. وعندي لون الزعفران، لو عندنا الزعفران طبيعي يبقى حلو، وعندي شوية مية. تعالوا بقى اقول لكم على البهارات اللي انا هستعملها في الحنيز. عندي حبهان وبهارات لحمة او فراخ، عندي كمون وفلفل اسمر، وعندي معلقة كبيرة من الكركم وملح ورشة قرفة صغيرة. هعجن البهارات ديت واحط طبعا لون الزعفران عشان يديني لون الفراخ الجميل اللي بيميز الحنيز. احط معلقة زيت صغيرة وابتدي اعجن البهارات بتاعتي دي بشوية مية صغيرين. هتبقى زي عجينة سايلة جدا كده عشان اعمل التتبيلة دي واحطها على الفراخ بتاعتي. اقلب كده بشكل بسيط قوي، هنلاقيها عامله زي عجينه كده سايله. ابتدي بقى امسك الفرخه بتاعتي اللي انا قسمها اتنين بالطول كده، ومنضفاها كويس جدا زي ما بنضف الفراخ، ونقعيها في الدقيق والخل والملح ومخليها زي الفل. امسك بقى التتبيله ديت وابتدي ادعكها كويس قوي بيها كل حته في الفرخه. لو انا عايزه اعمل الكلام ده قبليها مثلا بساعه يفضل طبعا، علشان التتبيله تشرب من الفرخه تبقى طعمها جميل جدا. الاكله دي كل ما كنت اروح اكلها في مطعم الاقيها خلصانه اول حاجه، مش عارفه ليه، كانت من اوائل الحاجات اللي بتخلص، وخصوصا في شهر رمضان. هجيب صينيه واجيب بقى ورق فويل كتير علشان اعمل قفله كويسه جدا للفراخ دي بدل البرميل وبدل حله الضغط. احط البصلايه اللي انا مقطعاها جوانح كده، وابتدي احط الفراخ بتاعتي المتبله كويس قوي بتتبيله جميله ولون روعة. وهقفل بقى على الفراخ دي كويس جدا بالفويل، مش هسيب لها اي منفذ للهواء، وهسيبها في الفرن ساعة. وبعد ساعة تقريبا ابتدي افتح على الفويل ده ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى ندخلها الفرن، وتعالوا نعمل الرز اللي بيبقى مع الحنيز بس بطريقة مختلفة. عندي كوبايتين من الرز ونقعهم في مية، والبهارات ورق لورا وقرفة وحبهان وقرنفل واللومي ولون الزعفران ومعلقة صغيرة من العسل الأسمر اللي هتعمل طعم جميل جدا. حل على النار، هغلي فيها المية واحط فيها شوية ملح علشان هسلق الرز بتاعي زي المكرونة نص سلقة 7 دقايق بس في المية. الطريقة دي هتضمن رز جميل جدا جدا، وهنشوف مع بعض ازاي الرز هيطلع مفلفل
قبل ما خلاص كده بعد 7 دقايق اقوم واخده شويه ميه السلق دي زي ما احنا شايفين كده عشان لسه هستعملها تاني. في حله على النار احط فيها معلقه من الزيت واحط فيها بصلايه متقطعه كده صغير يا دوب اشوحها، وابتدي احط البهارات بتاعتي الحبهان والقرنفل وكل البهارات الجميله دي كلها طبعا بهارات صحيه. وبعد ما اشوحها كده شويه صغيرين ابتدي احط الرز اللي انا سلقته نص سلقه وخدت شويه من الميه اللي هي كانت سلق فيها واحط عليها شويه من اللون الزعفران. ما انساش طبعا احط الملح على الرز، والميه اللي عليها لون الزعفران ابتدي اوزعها على الرز واوطي بقى على الرز ده خالص. طبعا انا نسيت احط حاجه، ايه اللي انا نسيت احطه بدل السكر؟ اكيد زي ما انتوا عارفين معلقه العسل الاسمر ما ننساهاش، هتعمل طعم جميل جدا. طبعا شايفين طريقه الرز دي سهله ازاي، طريقتها سهله قوي، ولو حد دقها عندك وقال لك هات الطريقه مش هيصدق ان هي طريقتها سهله جدا، هيقول اكيد بتضحك عليا من كتر ما هي سهله. وشايفين بقى الرز بتاعي مفلفل، انا سبته على النار على نار واطيه خالص حوالي ربع ساعه كمان، استوى وفلفل وريحته وطعمه في منتهى الجمال. ادي الفراخ بعد ساعه ابتدي افتح عليها بقى عشان تتحمر وادخلها تاني الفرن. بعد حوالي ساعتين، بعد ساعتين من وضع الفراخ في الفرن هنجيب ورقه فويله كده ونحط فيها شويه زيت ونحط فحمايه مولعه عشان تاخد ريحه الفحم كده، ونقفل عليها تاني ونسيبها في الفرن شويه كده حوالي ربع ساعه بس عشان تاخد من ريحه التدخين ديت. وخلاص الفراخ بتاعتي بعد ساعتين من الفرن دابت خالص وبقت مستويه جدا، وده اللي بيميز الحنيذ ان اللحمه او الفراخ بتبقى دايبه خالص خالص، يعني بتبقى مستويه جدا جدا. طبعا احنا لو سويناها في حله الضغط هتبقى مستويه برضو على طول، يعني هتاخد حوالي ساعه الا ربع في حله الضغط. ابتدي اغرف الرز المفلفل الجميل جدا اللي تقدري تعتمدي الوصفه دي في اي حاجه عندك، اي رز بسمتي في اي عزومه او في اي حاجه عايزه تعمليها تقدري تعملي الوصفه دي اللي انت بتسلقي الرز بتاعك نص سلقه وبعدين تكملي بالبهارات بتاعتك، الطعم والريحه بتاعته بتبقى جميله جدا. ابتدي احط الفراخ زي ما انتم شايفين الريحه تجنن، ومن غير حفره ومن غير حله الضغط عملت الحنيذ في البيت. انا عايزه اقول لكم الاكله دي اتاكلت ما تبقاش منها ولا رزايه، كمان عامله معاها البابا غنوج او المتبل. بصراحه جميله جدا جدا، اكله جميله، اتمنى ان هي تكون عجباكم وتجربوها، ولازم تعرفوا طعمها لو عندك فراخ ورز بسمتي. يلا بسرعه.